بعض العيالات في الحقيقة وللأسف كيفهموا الحرية بشكل مغلوط، كيمشيو في الطريق ماشي طريقهم، وكيحسب ليهم باللي الحرية هي تزيغ على هاد الطريق أو الطريق الصحيح بالأحرى. يقدر يديروا أي شيء أو ينجرفوا وراء الشهوات ديالهم حتى يوقع اللي يوقع ويندموا عليه طول عمرهم، بحال هاد الشي اللي غادي تسمعوه في هاد القصة. هادي مرأة من دوار الزمامرة بقيادة الهدامي بولاد عبو بإقليم برشيد، جرات ورا الشهوات ديالها وبدلات راجلها وارتمات في حضن العشيق، والأخبات من هادشي كله أنها خنقات راجلها باش تتهنى منه وتستفرد بالعشيق ويعيشوا في الحرام بلا ما يديروا حسابهم للآتي والمفاجأة اللي ممكن توقع. قصة العشق الممنوع بين المرأة والعشيق تسالات في المكتب ديال الضابط ديال الجدرمية في مركز ولاد عبو، والتهمة ماشي غير الخيانة الزوجية، زيد عليها حتى جناية العقوبة ديالها أكيد غادي تكون أكبر، وهي ديال القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث السيدة قتلت رجلها بتواطؤ مع العشيق. نهار الخميس 4 مارس 2021 تحلت هاد المرأة والعشيق ديالها على الوكيل العام، وذلك بعد يومين من الاعتقال. وخا المرأة حاولت تمثل دور الجاهلة باللي قتل رجلها الخمسيني، قتلاته ومشات في كناسه كما كيقولوا المغاربة، وبكات وشكات والجدرمية خبرات بحال الا ما عندها يد في هاد القتل. الجدرمية جاهم شي تليفون ومشاو للدار، وتماك لقاو السيد ميت، صوروه وداروا محضر معاينة قبل ما تهز جثة للامور، وطبعا فتحوا تحقيق. واول المشتبه فيهم كانت هي المرأة اللي كانت كتخون الراجل مع شي واحد من الدوار نفسه قبل ما يعيق بها. المعلومات المتداولة كتقول ان المرأة تعرفها على العاشق واللي هو ولد نفس الدوار، وهذا الاخير واظب على الزيارة ديالها في دارها ليلا، او هي مرة كانت كتخرج لعنده ويتلاقاو في الخلا، كان كيتسلل للدار في غفلة من الراجل وباتفاق مسبق بينه وبين المرأة الخائنة. لكن الراجل سرعان ما اكتشف هذه الحقيقة المرة ودها الاحتياطات اللازمة، ساعة غادي يوقع اللي ما غيكون في الحسبان ديال حتى شي واحد فيهم. الراجل كان كيراقب مراته ويسد الباب بالساروت في كل ليلة كيخلط فيها للنوم داخل دارو في ديك الدوار. مسكين كان خصو غير يسل الشوكة بلا دم. بلا سيد ما بغى فضيحة ولا كلام الناس، وما بغاش يعني العلاقة الزوجية ديالو وعلاقته بمراته تنتهي على إيقاع الشد اللي انطلق ليك. ساعة النهاية كانت أكثر مأساوية يا سادة يا كرام. فليت الحديث مع شي 10:30 كانت المرأة باغا تخرج باش تلقى صاحبها كيف العادة، حسب ليها الراجل نعس في الشخرة الحلوة، ساعة هو كان تربص بها وكان كيتسناها غير تخرج وفي الباب، ويلاه بغات تحل الباب حتى نبعث معها وحاول باش يمنعها باش ما تخرجش من الدار، وعاتبها علاش كدير هاد الشي وما راعت حتى الحاجة لا للعشرة ولا للوليدات. المرأة عوض ما تنعل الشيطان اللي ساكنها للأسف زادت في العمية، وما عجبهاش الحال وما عجبهاش الراجل يسد الباب ويمنعها باش تخرج. كانت غليظة وسمينة وقوية عليه، واستعملت حزام ديال الموطو ديالها ودارته ليه في عنقه وجرات بكل قوة حتى خنقات الأنفاس دياله. اللي حسات براجلها مات هزته الفراش النوم وغادرت الدار باش تلقى العشيق. دوزوا ليلتهم بحال الا حتى حاجه ما كاينه، وفي الصباح مشى الولد باش يفيق باه، وهو الولد الكبير في وليداته، لكنه لقاه جثه هامده ما لقى عليه صبر، بكى وغوص وتجمعوا الناس قبل ما ينخرط هذا الولد في موجه من الصراخ والبكاء. والمراه شاركته البكاء بحال الا ما عندها تيد في المقتل ديال الضحيه. المرأة أكثر من هاد الشي كانت كتستقبل الناس اللي جاو باش يعزيو فيه، كانت كتستقبلهم بواحد التأثر كبير، كتبكي وتبين المناقب ديالو والمحاسن. وقع ليها بحال اللي وقع لديك المرأة ديال سيدي قاسم اللي أكيد تأكدتو القصة، يعني تذكرتو القصة ديالها، واللي كان ورطات مع مول الحانوت اللي قتل راجلها شيفور الطاكسي ومثلات دور الضحية، واللي كتبكي عليه بكل حرقة. بل بان داك الشي في الخرجات الإعلامية ديالها بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة. ما كيهمناش هاد القصة ديال مرات سيدي قاسم مول الحانوت وشنو وقع، حيت دوزنا عليها فيديو واحد آخر سابق. اللي كيهمنا هو هاد القصة الجديدة، للأسف المرأة فرطات في الراجل من أجل علاقة جنسية عابرة وباش ترتمي في حضن عشيق،
ثلاثة وضيع ثلاثة ديال الدراري ثمار زواجها منه. كبير فيهم عنده 13 عام، شنو ذنب داك الراجل؟ ولا الدراري مساكن حتى حاجة ما يشفع اللي هي لهاد المرة باش تدير هاد الشي، وخا تكون مشاكل وكيف ما كانت هاد المشاكل. صحيح ان المرة كان عندها مشاكل مع رجلها من هادي عامين تقريبا، الرجل كان ديما كيشك فيها وباللي مراتو كتخونه، والمرأة عيات تمثل عليه باللي راها بريئة وما كدير والو، حتى لقى الدليل على الخيانة ديالها وضبط متلبسة باغية تخرج باش تلقى صاحبها، وذلك ليلة 28 فبراير 2021، وهي الليلة فين قتلات وخنقاته وضيعات وليداتهم بجوج، فيهم بجوج، وحدة مشت للحبس وهو مشى للقبر، والله يرحمه وصبر عائلته وصبر ديك الوليدات اللي هما أكبر ضحية في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بالأزواج. وشكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الأخر، وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء لقناة ماروكان كريم تي في الجريمة المغربية. وكما كنقول دائما ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد. وبالنسبة للأوفياء شكرا شكرا جزيلا على التفاعل ديالكم والوفاء وعلى استمرار يعني اهتمامكم بالشي اللي كتنشر القناة. وإلى فرصة لاحقة دمتم كذلك.